النهارده دكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط قالت ان التنميه المستدامه برؤيه الحكومه هتهتم بالفرد وزياده توعيته. تصريحات الوزيره جت خلال مشاركتها للمؤتمر الدولي اللي بينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان نحو تعليم داعم للتنميه المستدامه في مصر. كان حاضر وزراء التخطيط والتعليم العالي والتربيه والتعليم. قالت وأعلنت الوزيرة أنه هيتم زيادة الاستثمارات في التعليم وخاصة التعليم الفني خلال العام 2017-2018 بحوالي أو زيادة هتكون 16% عن المخصص للتعليم في السنة اللي فاتت. خلال المؤتمر دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قال إن إحنا محتاجين نحسن الظروف الحياتية للطفل المصري ونهيئ الظروف دي ليه علشان نحقق أهداف التنمية المستدامة. فيما يتعلق بالثانوية العامة قال إنه بيتم دراسة بدائل للنظام نظام الثانوية العامة والتنسيق علشان يكون المعيار هو التجربة التعليمية الأفضل مش موضوع المجموع وعلاقته بكليات القمة، وهيتم تطبيق تجربة الفصل المقلوب بداية من شهر سبتمبر. نحو تحسين جودة التعليم وإسهامه في دفع عجلة التنمية، أقيم المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر، وبمشاركة وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي. التنمية المستدامة بترتكز على أهم عنصر أو أهم محور في مجال التنمية المستدامة هو محور التعليم. المؤتمر مستمر على مدار أيام ثلاثة، ويشارك فيه باحثون من مصر وبعض الدول العربية يناقشون 7 محاور تستهدف طرح حلول لبعض مشكلات التعليم المصري، مع التركيز على بناء نظام تعليمي تتوافر فيه مقومات التنافسية والعدالة والقيم الإيجابية وبناء الشخصية المتكاملة. ده هو التنمية المستدامة مرتبط ارتباط وثيق بالأفراد المؤمنين بفكرة التنمية نمرة 1 وفكرة حماية المستقبل للأجيال القادمة. بالتأكيد يعني ده المؤتمر ده جاي مهم جدا، لأنه بيتكلم عن التعليم بشكل عام، تعليم قبل الجامعي والجامعي، التعليم بكافة أنواعه، وبيقدم حلول للمشاكل بتاع التعليم. توصيات عدة سيخرج بها المؤتمر في ختامه تهدف في الأخير لإتاحة التعليم والتدريب بجودة عالية دون تمييز وفي إطار مؤسسي كفء ومستدام. التعليم والتنمية وجهان لعملة واحدة، فلا تنمية بدون رؤية استراتيجية للتعليم تتيح للجميع تكافؤ الفرص والعمل الجماعي، والذي سيؤثر في دفع عجلة التنمية وتعزيز استدامتها في مصر. محمد بهاء الدين، الحياة اليوم.